قال مقصوب وأداء أستاذ عادل حمودة لا يخطئه المرء حين يقرأ، يعني ليه كده مجموعة من العبارات سكتها وأسلوب يظهر جدا في الكتاب وتحديدا في المقدمة. قلت لكي تكتب عن البحر يجب أن تشعر بالغرق، ولكي تكتب عن العشق يجب أن تموت حبا، ولكي تكتب عن أحمد زكي يجب أن تكون في مصحة عقلية. ليه؟ لأنه ظاهرة فنية تندمج في التمثيل إلى حد الإصابة بالمرض النفسي. يعني بعد ما عمل طه حسين، وده أول نجاحاته مسلسل الأيام بتاع طه حسين، بدأت عينيه تبقى فيها سحابة، ما بقاش يشوف. راح لخمسين دكتور عيون قالوا أنت كويس. في النهاية استقر عند أحمد عكاشة، قال له دي حالة نفسية نتيجة شدة الاندماج. كان بعد فيلم زوجة رجل مهم بالعصبية والبتاع جاله التهاب في القولون، اللي هو احنا بنسميه السايكوسماتيك، العلاقة بين المرض النفسي العضوي والنفسي، القولون العصبي، القولون العصبي نتيجة هذا الأمر. أيضا هتلاقيه وقعت في اسكندرية في ميدان المنشية، قاعد على قهوة، انت مش شايف احمد زكي، انت شايف جمال عبد الناصر مستني يعمل مشهد تأميم القناة في المنشية، ويقف فؤاد معوض الكاتب الصحفي مع حسن مصطفى الفنان، ففؤاد معوض يقول له تعال نسلم على عبد الناصر، يقول عبد الناصر فين، عبد الناصر توفى من زمان، قال له لا عبد الناصر اهو. ولما حيته شكله وقعدته بيصاب الامر بيه حد الى حد المرض، الى حد ان يذهب الى طبيب نفسي بعد كل فيلم يقوم بيه، بعد كل فيلم يمثله. وكان في اتنين فقط هما اللي مستعدين يضحوا بكل ما يملكوا من اجور في سبيل ان هما يعيدوا الشطات حتى لو كانت جيده، احمد زكي وسعاد حسني. يعني الاتنين كانوا يقولوا لا مش عاجبنا، يا ستي كويسه، يا استاذ هايل، لا انا هدفع الخام من اجري. وكان الاثنين بيسعد بيهم العاملين الفنيين، لانه اخر دفعه بيدفعها المنتج كانت بتوزع عليهم يعني. وبالتالي يعني احمد زكي حتى مرضه لم يكن يملك في حسابه شيئا، وهذه قصه اخرى هنوصله، لانه الكتاب يعني مشواري معه من اول لقطه الى اخر لحظه، ودي الحقيقه. استاذ عادل حموده كان في سنوات طويله جدا قريبا من احمد زكي الى رحيله في مستشفى دار الفؤاد، دار الفؤاد الله يرحمه.